اللهم من مسجدك النبوي في أطهر بقاع الأرض، اللهم من هذا المسجد الشريف أن تغفر لوالدنا وأميرنا الشيخ صباح الأحمد الصباح، تجعل الجنة مستقرة ودارة، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، اللهم اجعله في جنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجزه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارزقه رشفة من يد نبيك ولا تحرمه النظر إلى وجهك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله من تقول له ادخل الجنة بلا حساب ولا سابق عقاب، اللهم من تقول له ادخل الجنة من أي باب تشاء، اللهم اجزه الجنة، اللهم اجزه الجنة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا إله إلا أنت، اللهم تجاوز عنه واجعل جنات النعيم مثواه ومستقره، اللهم اجعل الفردوس الأعلى داره، يا أرحم الراحمين تباركت ربنا وتعالى.